مرحبا. اليوم راح نحكي عن المؤثرين، ومؤثرين انا بحب اقسمهم لاكثر من نوع. فاول انواع المؤثرين هم المشاهير. المشاهير هم عباره عن مغنيين، ممثلين، صحفيين، مقدمي برامج، وهدول الناس عندهم جمهورهم اوريدي موجود على ارض الواقع. ولما صاروا هم نشطين في العالم الافتراضي، جمهورهم هاجر الى العالم الافتراضي، بالاضافه الى الجمهور الجديد اللي اكتسبوه. مثال على هدول النوع من المؤثرين في عندنا مصطفى الآقا وراغب علامة، وعلى الفارس ممكن برضو نضيفها. هذا أول نوع من المؤثرين. ثاني نوع عندنا الناشطين. الناشطين هم شباب وصبايا وجدوا المنصات الاجتماعية ملاذ لتفريغ الطاقات تبعتهم، وهم متواجدين عليها بشكل نشط وبيعملوا شغلات كتيرة. فمثلا ممكن يكون انه يكون ناقد سياسي، ممكن يكون مثلا معلق ساخر، معلش في صوت، او ممكن يكون مثلا صاحب مبادرات. وامثلة لهدول الناس هم عندنا حسن قمحية من نابلس، وعندنا عمر زوربا من الاردن. بعدين في عندنا اصحاب الفكر. اصحاب الفكر هم عبارة عن منتجين لمحتوى غني جدا وجديد، محتوى تبعهم بكون ولكن في مجال معين. هم بيحكوا فقط بمجال واحد معين، ممكن يكونوا يحكوا عن التعليم، ممكن يكونوا يحكوا عن مثلا التربية، مثلا الكوتشينج، اللايف كوتشينج، السوشيال ميديا. في برضه ممكن يكون يحكوا عن طبخ، وصفات مثلا نباتية صحية أو محلية، أو ممكن مثلا يحكوا عن الفاشن والأزياء والميك اب، زي مثلا عندنا الفاشينيستاز مثلا يعلموا إيش في أحدث الصيحات مثلا في الملابس او بالمكياج وكذا. او ممكن برضو اخر شيء انه الناس بيحكوا بالرياضه او بالصحه مثلا بالروجين وكذا. فهذول نسميهم شويه مختصين في موضوع معين اللي هم صاحب فكر موضوع معين. هلا بنيجي على المعايير. معايير قياس الاداء تبعت تواجد على منصات الاعلام الاجتماعي، كي بي اي تبعت السوشيال ميديا. بالزمانات كانت الناس ياخذوا انه عدد المتابعين هو المعيار الوحيد، وهو خاطئ، لانه اكتشفوا بعدين انه في ناس كتير عندهم متابعين وهميين. فهلا مش لازم نستثني عدد المتابعين، هو عدد المتابعين واحد من المعايير، ولكن في معايير اخرى. فعندنا مثلا حجم التفاعل على المحتوى، قديش في تفاعل انجيجمنت كبير على المحتوى، هاي مهم جدا. كم في عدد تعليقات، عدد اللايك، عدد كم عدد إعادة نشر المحتوى، كم عدد الكليك على المنشور. نوعية التفاعل من حيث المشاعر، ففي عندنا تفاعل سلبي، تفاعل حيادي، تفاعل إيجابي، ناس مبسوطين منك، ناس مش مبسوطين، أو ناس محايدين. هاي مهمة جدا كمان نقيس السنتمنتس لكل تفاعل على المحتوى تبعك. نوعية المحتوى، محتوى هادف أو محتوى ساخر أو محتوى بذيء. فالنوعية برضو إلها معيار مهم نقيس قديش. سرعة رد على الجمهور مهمة جدا. الناشط أو المؤثر، كم سرعة الرد على الجمهور، هاي مهمة جدا نقيسها. نوعية المتابعين، فمثلا المتابعين وهميين ولا ناشطين ولا موثقين ولا مشاهير، إيش نوعية المتابعين لل المؤثر. نسبة الانتشار، نسبة الانتشار مهم جدا أعرف لما المؤثر بنزل المحتوى لكم شخص بشوف المحتوى، فقديش نسبة الانتشار المجاني، هذه مهمة جدا. الليدز مهم أعرف إنه أنا مثلا مؤثر ينزل شغلة، إنه مثلا ينزل خدمة أو منتج، كم شخص ممكن يروح ويشتري أو يستخدم الخدمة هذه، يشتري المنتج أو يستخدم الخدمة هذه. فكم تأثير المؤثر، هاي مهمة جدا. كم مرة يتم التحدث عن المؤثر خارج منصاته أو حساباته على السوشيال ميديا، هاي مهمة. احنا عارفين انه لما ننزل محتوى، المحتوى بروح لحسابات الناس. فالسؤال انه لما يجي الناس يزوروا حسابك، كم شخص بزور حسابك، برضو هذا معيار مهم جدا. وهيك حكينا عن بعض المعايير، اكيد في معايير اخرى، ولكن هاي بعض المعايير اللي ممكن نستخدمها على منصات الاعلام الاجتماعي. شكرا، انا اسمي خالد احمد، يعطيكم العافيه، السلام عليكم.